بس انا عندي نقطه اتكلم على ليس دفاعا على مركز اعلامي في نادي النصر، ولكن هذه المسؤوليه اللي بتنكتب فيها ما هي مسؤوليه المركز الاعلامي اللي موجود في المركز الاعلامي، هذا توجيه اداره، هم توجيه اداره، مركز اعلامي ما له دخل. صحيح. فعشان ولكن النقطه الاساسيه اللي حتكلم عنها للامانه، بعض الاعلاميين في نادي النصر صراحه مارسوا ادوار ما هي ادوارهم، وكان هذولا يتكلموا باسم نادي النصر. يعني انا مقصود ابو بلما من الناس اللي حضرتك حطك جنبك، لا لا ابو لا لما ابو لما ليت كل الاعلاميين، لا والله مش مجامل ابو لما، لان ابو لما صريح جدا مع النصر، ولا اسف على المقاطعه، لا ابو لما من اكثر الناس صراحه مع النصر وحب النصر. لا انا ما اتكلم، انا ما اتكلم ابو لما، ها ما اتكلم عن زميل عزيز ومننا وفينا، لا والله ابو لما دائما صادق مع ناديه. صحيح. للامانه. صحيح. مش عشان الوجه ولا بقول هذا مجامل، صادق مع ناديه. الغلط طيب في اخر صعب المواقف ابو لما تكلم عن حمد الله، عن 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 حسين، عن الظروف، عن الاوضاع، مو زي بعض الاعلاميين اللي يمشوا مع الموجه. وهذه مشكله عليهم عليهم لكسب جماهيري، لكسب جماهيري. اننا نحن يعني الا من جاء في طريقك شله، واحنا احنا واحنا واحنا حنسوي كل شيء، لا احد يكلمنا في اشياء كثيره، في 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 اساليب اعلاميه ها اثرت على جمهور النصر، وخلى النصر وجمهور النصر ما يجي قدامه عشان لا يبغى البطولات كلها. عشان اخر كلمه